تتذكر وتكرم ذكرى الأبناء البارزين لإفريقيا، منهم باتريس لومومبا وجمال عبد الناصر ونيلسون مانديلا وأحمد بن بيلا وعمر المختار وكواما نكروما وسامورا ماشل وليوبولد سنغور وكينيت كاوندا وجوليوس نيريري. ونحن ما زلنا نتذكر ونكرم المناضلين الأفارقة الآخرين من أجل الحرية والزعماء الوطنيين. فبالاستناد إلى مبادئ العدالة والمساواة دفع هؤلاء عن طريق مستقل للتنمية، وفي حالات كثيرة بثمن حياتهم. إن هذه المسل للحرية والاستقلال والسيادة مهمة جدا الآن في الظروف الصعبة الأخيرة للهزات الدولية، عندما يستمر تشكيل نظام متعدد الأقطاب وعهد زعامة دولة أو مجموعة من الدول فتذهب إلى الماضي بدون مقاومة أولئك الذين تعودوا على سيطرتهم على شؤون الدولية. لذلك ليس من قبيل الصدفة أن القمة الثانية روسيا إفريقيا تجري تحت الشعار من أجل السلام والأمن والتنمية، وتركز ليس فقط على مسائل توسيع التعاون الاستراتيجي الروسي الإفريقي، بل وكذلك على محاور أخرى منها الاستقرار العالمي والإقليمي وتوطيد التنمية للقارة وتوطيد سيادة الدول الإفريقية. روسيا ودول إفريقية تدعو وتقف معا من أجل بناء هندسة جديدة أكثر عدلا للنظام العالمي، وتزود بجهود مشتركة عن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتنسق مواقفها من أهم المسائل الأجندة الدولية. مواقفها قريبة أو متشابهة، يدل على ذلك الأحكام الرئيسية للبيان السياسي الذي تم إعداده للموافقة عليها في هذه القمة. ويتسع التعاون الروسي والإفريقي لمواجهة خطر الإرهاب. نحن نعمل ضد استغلال موضوع المناخ وحماية حقوق الإنسان وما يسمى بالأجندة أجندة الأجناس لأغراض سياسية غير لائقة. نحن لا نقبل عقوبات وحيدة الجانب وغير ذلك من الإجراءات التي تلحق الضرر بدول التي تمارس النهج المستقل. لا يمكننا أن نوافق على استبدال القانون الدولي بما يسمى بنظام قائم على القواعد، حيث أن الغرب هو الذي أعلنها وهو الذي يعيد النظر فيها ويغيرها لمصالحها الخاصة. وأهم شيء أن روسيا وإفريقيا تربطهما سعي فطري للدفاع عن السيادة الحقيقية والحق في طريقها الأصيل للتنمية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها. مثل هذا السعي للاستقلال والسيادة لا يعني العزلة الذاتية، بل يقصد به الانفتاح والتعاون بين الدول والشعوب الحرة، الدول المتكافئة في حقوقها. إن السيادة ليس بحالة تم تحقيقها مرة واحدة، لابد من النضال من أجلها. أود أن أذكركم بما قاله نيلسون مانديلا: لا تحكموا علي انطلاقا من نجاحاتي، بل احكموا علي بكون كم مرة كنت أسقط وأنهض من جديد. نفس الشيء ينطبق على سيادة الدولة، لابد من الدفاع عنها، ولابد أن يكون هناك صمود
ورفض التنازل تحت الضغوط الخارجية والمشاركة في تشكيل نظام متعدد الأقطاب القائم على مساواة الدول وروسيا وأفريقيا متضامنة مع بعضها البعض. أود الإشارة إلى أن القارة الإفريقية تصبح مركزا شديدا للقوى، يتزايد دورها السياسي والاقتصادي، ويجب على الجميع أن يأخذوا بعين الاعتبار هذا الواقع الموضوعي. إذا أخذنا على سبيل المثال مبادرة عدد من الدول الإفريقية حول التسوية الأوكرانية، إنها مسألة حادة ملحة، وهذا يدل على أشياء كثيرة، لأن أي مهام وبعثات الوساطة كانت تسيطر عليها بلدان ذات ما يسمى بالديمقراطية المتطورة. أما الآن فإن إفريقيا على استعداد لحل القضايا التي يعني تتواجد كما يبدو من أول وهلة حول أو خارج مصالح حول خارج منطقة مصالحها. تتزايد سمعة المنظمات الإفريقية الإقليمية، وبالدرجة الأولى الاتحاد الإفريقي. روسيا دعمت مبادرة منح الاتحاد الإفريقي مكانة في مجموعة العشرين، وكان ذلك قرارا صحيحا يعكس الواقع وتوازن القوى في العالم المعاصر. نحن منفتحون للتعاون مع منظمات تكاملية إقليمية أخرى. عقدنا يوم أمس لقاء خاصا مع قيادتها. طرحنا مبادرة بشأن إقامة التعاون بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والمنطقة الإفريقية للتجارة الحرة. وطبعا نحن نؤيد سعي الدول الإفريقية للمشاركة على نطاق واسع في نشاط منظمة الأمم المتحدة، ونحن نرى موقفا فعالا في هذا الاتجاه من قبل الاتحاد الإفريقي. نحن على استعداد لدراسة مقترحات خاصة بتوسيع تمثيل الأفارقة في مؤسسات الأمم المتحدة، بما في ذلك في سياق إصلاح مجلس الأمن الدولي. ونعتقد أن الوقت قد حان لتصحيح غياب العدالة تاريخيا تجاه القارة الإفريقية. الزملاء الكرام، لابد من أن نعترف بأن الوضع في العديد من المناطق الإفريقية ما زالت غير مستقرة. لم يتم تسوية النزاعات والصراعات القومية والإثنية، تبقى حتى الآن الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهي بمثابة ورثة للنظام الاستعماري ونهج فرق تسد، وتعرقل تطور القارة كل من الإرهاب ونشر التطرف والقرصنة والجريمة المنظمة. روسيا تهتم بالتعاون الوثيق بين هيئات إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية الخاصة لروسيا وبلدان إفريقيا. إننا نعتزم أن نقوم في المستقبل أيضا بتدريب العسكريين وموظفي هيئات إنفاذ القانون للدول الإفريقية في المؤسسات التعليمية الروسية. إننا نطور الشراكة في المجالات العسكرية والتقنية. لقد عقدت روسيا اتفاقيات التعاون العسكري التقني مع أكثر من 40 دولة إفريقية، نزودها بأسلحة وعتاد، والجزء من هذه التوريدات يأتي على أساس مجاني. الزملاء والأفارقة يشاركون في المنتديات العسكرية التقنية وفي التدريبات التي تقوم بها روسيا، حيث يطلعون على نماذج الأسلحة والعتاد الحربي وتجربة استخدامها. اهتمام روسيا بإفريقيا يتزايد باستمرار.
ما يتمثل في خطتنا لزيادة الحضور الدبلوماسي في القارة. نحن على استعداد لإحياء أو فتح المزيد من المؤسسات الروسية في الخارج، وكذلك زيادة ملاك الموظفين في عدد من السفارات القائمة الآن، وكذلك لتوسيع الصلات في المجالات الإنسانية والثقافية والسياحية. سوف تعود إلى نشاطها قريبا سفارتان روسيتان في كل من بوركينا فاسو وفاسو وغينيا الاستوائية. نخطط لتوسيع شبكة المراكز الروسية للعلوم والثقافة، وفي القريب العاجل سوف تظهر هذه المراكز في عدد من بلدان أخرى، ونحن سنرحب بخطوات مماثلة من قبل أصدقائنا الأفارقة. أيها الأصدقاء الأعزاء، الآن بالطبع أتطرق باختصار إلى التعاون الاقتصادي والإنساني مع إفريقيا. القمة التي جرت يوم أمس تدل على أن روسيا والبلدان الإفريقية تريد توطيد التعاون في هذه المجالات. وطبعا لدى رجال أعمالنا ما يتقدم به ويعرض على زملائهم المحترمين من إفريقيا. التبادل التجاري مع إفريقيا يتزايد باستمرار، وهذا المؤشر يعتبر بمثابة هدف لابد أن نضعه نصب أعيننا. فزيادة التبادل التجاري وتنويعها سوف يساعد على ذلك الانتقال والتحول في المعاملات إلى عملات محلية، ونحن ندرك أهمية بالغة لتزويد البلدان الإفريقية بالمواد الغذائية لدعم الاستقرار السياسي. ومن هنا فإننا نزيد من إمدادات الحبوب إلى إفريقيا. في العام الماضي تم إرسال 11.5 مليون طن، وفي خلال النصف الأول من السنة الجارية 10 ملايين طن آخر، وهذا بالرغم من العقوبات غير الشرعية والتي تعقد توريد الغذاء الروسي. أود الإشارة مرة أخرى إلى أنكم يمكن أن تكونوا على ثقة بأن روسيا سوف تبقى موردا موثوقا للمنتجات الزراعية. سوف نورد حبوبنا وغيرها من أنواع الغذاء على أساس مجاني في إطار البرنامج الغذائي للأمم المتحدة. يوم أمس أعلننا أننا سوف نورد 25 إلى 50 ألف طن من الحبوب خلال الأشهر الثلاث القادمة لكل من الدول الإفريقية الست على أساس مجاني. سوف ندعم الدول الإفريقية في إنشاء فروع حديثة للإنتاج والقطاع الزراعي. فمثلا في الفترة ما بين 2020-2023 تم تحقيق 11 عمل إنسانيا في 10 بلدان إفريقية. لقد كنا أوائل من مد يد العون إلى دول القارة في أثناء تفشي جائرة كورونا، ونقلنا إليها الملايين من المختبرات الطبية. روسيا تشارك أيضا في الجهود المبذولة من أجل تخفيف أعباء الديون المستحقة على البلدان الإفريقية. فمجموع الديون المشطوبة من قبلنا يبلغ 23 مليار دولار، كما أننا سوف نخصص أكثر من 90 مليون دولار لنفس الأهداف. وفي ختام كلمتي أود الإشارة مرة أخرى إلى أننا مستعدين جنبا إلى جنب مع دول والأصدقاء الأفارقة أن نعمل من أجل المستقبل وبناء شراكة استراتيجية
متبادلة النفع معها. نقيم العلاقات مع كل دولة إفريقية، ونحن نثق بالمستقبل الناجح لهذه العلاقات في عالم متعدد الأقطاب. شكرا على إصغائكم.